السلام عليكم، مرحبا بكم على موقع لالا مولاتي. اليوم جيت باش نعطيكم نصائح لعمليه اليوميات ديال جميع النساء على العموم وبالاخص السيده المحجبه. هاد النصائح اليوم يعني اول فقره ديال النصائح اللي غادي نعطيكم كتخص لي فولار ولي شال، بحكم انه يعني كيف ما كتعرفوا حنا السيدات المحجبات يعني كنحماقوا على لي شال ولي فولار، كنشريوهم بكثره، كيكونوا عندنا يعني متواجدين في لا كارت دروب ديالنا بكثره، كيخصنا نرتبوهم وننظموهم بواحد الطريقه اللي عمليه، واللي ايضا يعني كنهضر بحكم تجربتي ديما كناخذ يعني الصعوبات اللي كنمر منها ولا الصعوبات اللي كتمر منها السيدات اللي كيجيو يعني نشتغل معاهم على المظهر الخارجي ديالهم، كيكونوا عندنا اون جينيرال يعني نفس الصعوبات. ملي كنرتبوا هاد لي فولار وهاد لي شال ديالنا يعني بالاخص كنهضر على نفسي انا يعني بيرسونيلمون كنت كنديرهم فواحد لا كومود فيها مجوره، كنشدهم يعني كنطويهم كنستفهم كنضمهم، يل سوفي نجبد جوج ثلاثه ديال لي فولار كتجي نهايه الاسبوع كنلقى راسي يعني هذاك المجوره كلهم ما بقاوش منظمين ما بقاوش مرتبين. اليوم يعني جبت لكم الحل، حل بسيط غير مكلف اللي كل سيده غادي تقدر يعني ديروا في المتناول ديال الجميع. غادي نبدا بهذا يعني هذه العلاقه، اختاريت بالضبط هذا النوع ديال العلاقه هو يعني المفضل عندي، حيت يعني فيزوالمون بارلون ملي كنعلقوا بحال هذا العلاق كيجي يعني جميل في المنظر، وسي يعني لا ماتيغ ديالو زوينه لاسي، ما كنبغيش دوك العلاقات اللي رقاق ديال الحديد كيكونوا من هنايا كيكونوا كيقطعوا الحوايج. كيف ما كتشوفوا هذه العلاقه يعني صحيحه زوينه في المنظر، واوسي كتشوف واحد لومبو هنايا باش يعني الحويجه ديالنا ما يتكرفسوش. كناخذوا هذه العلاقه كنشريو واحد لي كروشي، يعني هما متواجدين في كاع لي دروغري، انا بيرسونيلمون شريتهم من ضرب عمر بثمن يعني غير يعني غير مكلف، شي حاجه اللي بسيطه بزاف. واتيتهم مع هاد العلاقه باش غادي يجيو يعني حتى في المنظر كيف ما قلنا فيزوالمون بارلو غادي يجيو مزيونين، واوسي غادي نعلق واحد 10، بيرسونيلمون كندير 10، كل سيده يعني عندها الاختيار تعلق لي كروشي العدد ديال لي كروشي اللي بغات. غادي قبل ما نوريكم التقنيه غادي تقول كاين سيدات اللي عندهم في لا كاردروب ديالهم علاقات ديال بلاستيك، ما غاديش نقولوا لهم عاود سيروا بدلوا كاع العلاقات ديالكم، اذا كانت ما يعني باغا تبدل من الاحسن انها تاخذ هذا النوع هذا، ما كاين شيء اذا عندها العلاقات ديال البلاستيك حتى هو ماشي مشكل، كاينين دي كروشي بحال هادو ديال البلاستيك، ولكن هما سي دي كروشي ديال يعني ديال ريدو ديال الحمام. الوغ كنركبوا لي كروشي ديالنا، ويعني كل سيده كيبقى عندها الاختيار وهي حره يعني في الترتيب ديالها كيفاش ترتب، يعني انا نعطيكم انا افكار وكل وحده يعني اللي بغات تستوحي من هاد الافكار ديالي اللي بغات دير افكار ديالها. حنا كيف ما كنعرفوا كل سيده يعني كاينه سيده اللي كتلبس يعني لو شال اللي هو طويل داكوغ كترتاح فيه، وكاين سيده اللي يعني كترتاح في لو فولار اللي هو كاري داكوغ. هاد يعني لا لو فولار كاري ولا طويل، هاد الترتيب هذا كيناسب يعني الاشكال بجوج ديال هاد لي فولار، كننظموا لو فولار كاري فيها والشال طويل. الكيفيه باش كنرتب، انا شخصيا بحال دابا كنشد بار ماتيير وبار اكزومبل كنستف لي فولار كاري بوحديتهم، يعني كنعرف العلاقات باش كنجي كيف ما قلنا خص يكون داكشي عملي، كنمشي ديريكتومون العلاقه ديالي كنعرف راسي شنو غادي نجبد. كنستف لي فولار كاري بوحديتهم، كنستف لي شال بوحديتهم، كندير ديال القطن بوحدو، ديال لاسوا بوحدها، ديال يعني موسلين باش كندا هي نجبد، كتجيني يعني الطريقه سهله هي كنجي ونجبد. غادي تقولوا لي بان هاد العلاقات راهم موجودين كيتباعوا في السوق، كيتباعوا في السوق على شكل دوائر داكوغ، هادوك الدوائر سي فغي بالنسبه للسيده اللي يعني بغات تشريهم واجدين ماشي مشكل، ولكن يعني ما كنصحش بهم بزاف حيت كتكون كل دواره ملاصقه مع الاخرى وكيوليو لي شال شي مدلي على شي، وكنعاودوا نرجعوا لذاك الخطا اننا يعني فيزوالمون بارلون ما كيبقاش داك الشيء يعني المنظر مرتب مزيان، اي اوسي كنوليو كنتلفوا وكنديروا حاجه على حاجه. دونك هاد التقنيه كيف ما قلنا غير مكلفه وجميله وجميله في المنظر، ويعني نو زيفيت اننا نرجعوا لذاك لي فولار ديالنا ما يبقاوش مرتبين.
تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني لاشين يوتيوب.